شو شاف عنده. اكتب يا عبد العزيز، انت حاليا الشخص الوحيد اللي تستطيع تكتب في الشات. عبد العزيز حاليا ممكن انه يطلع له شاشه على السبوره ادوات يكتب فيها، يرسم مربعات. عبد العزيز ممكن، محمد النعيمي، عبد العزيز ممكن راح. ايوه محمد النعيمي، اعطيتك امكانيه على الوايت بورد او على السبوره تكتب فيها. اكتب. طيب شباب مو موجودين معي؟ شباب الو، تفضل. الشاب اللي عم يضغط كثير على رفع اليد ليش؟ سيد عبد العزيز ومحمد نعيم، في اي مشكله؟ طيب حاليا الشباب في ملك، وفي شباب عم يرفعوا ايديهم كثير، عم يطلع عندي صوت انه الشخص رفع ايده. حاليا الشباب عم يرسموا الدوائر السود، هم اللي عم يرسموا، انا ما عم برسم. طيب هاي كيف بتكون؟ لما الدكتور في المحاضره الفعليه اللي بداخل الجامعه بيطلب بطالب معين يطلع على السبوره يكتب، فانا طلبت من عبد العزيز وطلبت من محمد نعيم يكتبون، فحاليا هم الوحيدين اللي يكتبون على السبوره، باقي الشباب ما يكتبون. تمام؟ طبعا ما تظهر كريم، ما تظهر الادوات، لان انا اصلا محاضر، انا فقط تظهر عندي، انا الادوات تظهر عندي، ولكن انا عندي امكانيه كمحاضر، كمحاضر اقول، كمحاضر عندي امكانيه اعطي لطالب معين، اعطي لطالب معين امكانيه، امكانيه انه يدخل على المحاضره، بضغط الزر هنا امام من هذه الشاشه، شوف حواليكم الشاشه، خليكم معي. اي هاي الشاشه بالضبط، هاي الشاشه. هنا محل ما مكتوب موال، ضغطة يمين انا كمحاضر اضغط يمين ويطلع لي الخيارات اسمح فيها انه تكتب على المحاضره او تتكلم او تصور فيديو او الى اخره. شكل فردي. تمام. برنامج مخيس ما فهمت. في سؤال عندك مثل عادي واضح ما فهمت. طيب راح اشيل الامكانيه عن الطلاب، الشباب محمد نعيم راح اشيل الامكانيه عنهم. طيب مره ثانيه تكلمنا عن الواجهه الامامي، الواجهه هي عباره عن سبوره، ممكن سبوره الى اخره، يعني كان لك موضوع الصوت، الشات اللي شايفينه امامكم صار، او بحكي اظن انه صارت امامكم كلها واضحه الامور عن الـ عن الـ بسموها الفيجوال كلاسيك او الصفوف الافتراضيه. الصفوف الافتراضيه من الاعلى، اذا رجعنا مره ثانيه للوحه، مره ثانيه خلينا نساوي كلين للبيج، يس سوينا مثل ما بيقولوا مسحنا السبوره، سوينا كلين للسبوره. التفاعل مع واجهه البرامج، هنا امامنا الواجهه على اليمين نلاحظ السبوره من الاعلى، هذا الازرار كلها تظهر فقط للمدرب، لانه كل مره الشباب يسالوني ليش ما يظهر عندنا، ليش ما يظهر عندنا؟ طالب يظهر عنده فقط كذا. حاليا في طالب مثلا يكتب، انا اعطيه امكانيه انه يكتب. تمام؟ طيب عبد العزيز يكتب، حاليا اعطي امكانيه لعبد العزيز مثلا انه يكتب، حتى نفرجي مثل مثال انه ممكن المحاضر يعطي امكانيه لطالب معين يكتب. تمام؟ هاي امامنا الشاشه، على اليمين الاعلى هو تحميل الملفات، يمكن نحمل ملفات بي دي اف، ملفات اي نوع من الملفات تظهر امامكم، ولكن كطلاب انتم عليكم كالتالي: الاستماع، تفاعل مع الصوت في حال طلب منك الدكتور يتكلم يسمح لك، تكتب في حال سمح لك الدكتور تكتب الى اخره، ممكن يطلب منك الدكتور اعرض مشروعك مثلا، مشروعك هو عباره عن برنامج او مشروعك عباره عن رساله ماجستير الى اخره، ممكن يقول لك اعرض هذا البرنامج، هنا من الاعلى راح اخليكم مكان بالضبط اللي انا استخدمته امبارح اصلا، هنا هذا المكان، لاحظ محل اليد، هذا المكان هو ل ايش؟ مشاركة البرامج الموجودة عندك في سطح المكتب.
فممكن تظهر لك، ممكن تظهر لك في يوم الدكتور بيطلب منك يضغط من عنده زر معين على اسمك، تظهر عندك المفاتيح الثلاث، انت تضغط هنا في الوسط حتى تشارك البرنامج. وطبعا باقي الطلاب يشوفون هالمشاركه، مثل ما انا امبارح شاركت في البلاك بورد البراوزر اللي هي اللي اشتغلنا عليه، شاركت هذا البرنامج حتى ظهر للناس كلها. اللي هنا هو الدخول الى صفحه ويب، مثل ما امبارح شفنا دخلنا على جوجل وممكن واجهتنا شويه صعوبات. من هنا بترجعنا للسبوره الاساسيه اللي هي حاليا نشتغل عليها، هي السبوره الامامنا. تمام يا شباب؟ اظن الشباب يسمعوني بس بدون يتكلموا. تمام يا شباب، هون لازم نكون انتهينا من البرنامج ككل. تمام ممتاز، نبدأ. تمام. متى أول محاضرة فعلية؟ يا شباب المواضيع تعلق في الجامعة خلوها للجامعة، خلوها جماعة تسجيل، اسألوهم وتجاوبوكم. ممكن الشباب اللي يسألون الأسئلة ممكن ما حضروا امبارح، لذلك بدت الأسئلة. نعم راح تكون مسجلة، وبعد 3 أيام راح تكون يوزر نيم بالأسئلة وتكون المحاضرات المسجلة، ما تاكلوها ما أبدا. أصلا هاي الأدوات الإلكترونية اللي حاليا تستعملها لهذا الموضوع بالذات، يعني تسجيل محاضرات. لما أنت تغيب عن المحاضرة على سبيل المثال، الدكتور يحط لك إياها مسجلة. كيف ما في صوت؟ كيف ما في صوت وتتجاوب معانا؟ هيكون في صوت فيه بس كيف؟ برنامج ما يفتح. انا برنامج. طيب نرجع مره ثانيه. هلا ابدا. والله لازم تروح الجامعة وتشوف جماعة تسجيل. أنا ما عندي، أنا هنا محاضر فقط ما أقدر على الموضوع. طيب جي ال ام بي نزلت الجافا. الجافا يا شباب، الجي ال بي نزلت، لازم تنزل الجافا، لازم يكون الجافا موجود أصلا بكل برنامج يا شباب. أو الشباب اللي داخلين كلهم عندهم جافا. لا أفهم عربي. نعم، المحاضرة حاليا أعدناها هي للفصول الفرضية، راح نبدأ بعد شوي عن البلاك بورد اللي تسموها برنامج تعليم عن بعد أو برنامج تعليم إلكتروني اللي فيه طلاب تعليم عن بعد. وطبعا الأداة الأهم هي اللي هي حاليا أمامنا لطلاب عن بعد، لأنهم راح يتعاملوا الأداة بشكل كبير، راح يكتشفوا فيها اشياء كثير بالمستقبل. انا حبيت اعطيهم لمحه بشكل مختصر عن المحاضره او عن البرنامج اللي بيؤدي هذا الغرض، التعليم عن بعد. الشخص في اي مكان، الدكتور بيحدد له مكان المحاضره، عفوا زمان المحاضره، بيدخل وبياخذ المحاضره. الدكتور ممكن يظهر صفحه ويب، ممكن يظهر ملفات ويب، ممكن يشرح كتابه، شوف ممكن الكلام كاتبينه، ممكن الدكتور يكتب عفوا، ممكن الدكتور يظهر فيديو. هاي الامكانيات كلها تشتمل مع بعض لحتى تؤدي الغرض اللي الغرض اللي هو طبعا جمال الدمام حطته لاجله. تظهر المعلومه للطالب بشكل اسهل، بشكل تفاعلي اكثر. ممكن الطلاب يعني بشدهم هذا الموضوع، وهذا الشيء حنشوفه ان شاء الله في المستقبل. طيب ماشي، الواجبات نتكلم عن الواجبات، معلش وصلت الفكرة. كيف نلغي الإشعارات الأجانبية؟ كيف؟ حوقف في الكتابة، نرجع مرة ثانية على المحاضرة. هاي للصوت، الشباب اللي عندهم مشكلة الصوت من هنا من الأعلى، من هنا حتى تعلي الصوت يمين في حافظ عندك صوت.
وإذا كان في عندك مشكلة أكبر من هنا محل ما أنا حاطط يدي هنا بيطلع عندك الأجهزة الصوت الموجودة عندك جهازك ممكن موصولين عدة أجهزة صوت تمام. هل أجهزة الصوت هي موصولة ممكن أنت تحدد الجهاز اللي أنت تختار حتى يظهر طيب. هذا محل ما حاطين هنا الماجنفون ما يهمكم ولكن هنا الزر بالذات هنا ممكن يظهر عندكم. إذا ظهر عندكم ممكن إذا كان في عنده عدة أجهزة صوت إذا ما ظهر خلاص الجهاز شغال تماما أصلا طيب. هذا الفيديو في المستقبل في حال الدكتور طلب منك تظهر الفيديو تظهر صورتك أنت ممكن تظهر على هذا الزر. وفي حال طلب منك الدكتور تتكلم تضغط على هذا الزر حتى تتكلم لازم تكون والله أنتم معي تماما طيب. في حال طلب منك الدكتور تكتب من هاي اللوحة من الإعلان هنا تحط علامات هنا تكتب هنا تكتب نص ترسم مربعات دوائر وهنا ممكن تاخذ صورة عن سطح المكتب وإلى آخره ممكن تحمل حتى من عندك صورة وملفات. مرة ثانية هاي مو موجودة أمامكم ليش؟ لأنه في طلاب ممكن شوي عندهم محدودية إلى وقت معين لحد وقت معين ممكن دكتور يطلب من طالب معين حابب يشارك زملائه بشيء معين يعطيه سماحية معينة. السماحيات بتكون يعطيك سماحية للصوت سماحية للفيديو سماحية للكتابة على السبورة إلى حد سماحية مشاركة ملفات عندك على سطح المكتب خلال هذا الزر. احفظوه تمام يا شباب هذا الزر أمامكم. حاليا الواجهة اللي تشوفوها أمامكم هي واجهة أمامي أصلا أنا كمدرب ولكن هي بالنسبة لكم ناقصة. الزر عندكم هذا رمادي هذا رمادي هنا من أسفل رمادي هذا كل رمادي لحد الدكتور يطلب. هذا الشيء أفضل تقول والله يا دكتور هذا شيء مو منيح للطلاب حتى يتفاعلوا. لا انتم تشوفون امامكم لما الدكتور ما يقدر يتحمل او ما يقدر يتحكم بهذا الشيء الكل يكتب مع بعض. انا اضيع مثلا حاليا موجودين 50 شخص كل يكتب وانا اضيع فلذلك لازم يكون في جزء من التحكم. فهذا الموضوع طبيعي ما تشوفوه ناقص. الدكتور حيعطيكم سماحيات في وقت معين داخل المحاضره. الشخص اللي يرفع ايد حسين او الشباب شو في مشكله قبل ما نبدا بلاك هول اكتبوا لي تفضل. اللي يرفع ايده تفضل. محمد العمري تفضل يا سيد محمد العمر اذا بدك تكتب تحت ممكن تفضل كتابي مسموح. لا لازم بعيد عبارة عن إعادة وشرح للناس اللي ما أجوا من امبارح اللي ما قدروا يمشوا معنا ولكن اليوم راح تكون إعادة بسيطة وسريعة وراح ندخل بشغلات بشكل مفصل أكثر فالأفضل تم معنا إذا ممكن. محاضرة أنت حتشوفها بعد يومين ثلاثة حتتحمل النظام. دكتور صوتك مو واضح بس الناس الثانيين يسمعون صوتي فممكن انت عندك من الاعلى تعلي الصوت ممكن. طبعا سجل محاضره اكيد سجل محاضره الكل راح ياخذ المحاضره. انتم لما تروحون جمعه وتقابلون جمعه قولوا لهم وذكروهم انه المحاضره المسجله ناخذها ونشوفها مره ثانيه ان شاء الله. نعم اخذت حضور امبارح مو مشكلة باقي الشباب الصوت واضح لانه في ناس بيقولوا صوت مو واضح. واضح تمام نعم الوصول الافتراضي هي المحاضرة المباشرة. نعم بالمستقبل يكون المحاضرة المباشرة 7:30 من ما قال شباب امبارح 7:30. طيب خلينا نمشي بشكل سريع عن البلاك بورد كيفية دخول البلاك بورد قبل ما نروح البلاك صلاة سريعا. امبارح قلنا انه في شيء اسمه مشاركه البرامج. مره ثانيه حروح مشاركه البرامج نشوف الصفحه الدخول الى جامعه الدمام راح نتابع المشاركه الكل لازم يكون هلا عم يشوفنا. طيب
شير. طيب الكل هلا حاليا عم تظهر عنده الشاشة، ما راح يكون داخل البلاك بورد النظام حاليا اشرح عنه حاليا. هالامور تظهر معكم، الشاشة وضحت، الشاشة توضح عندكم. تمام ممتاز، تحدث يعني. لازم تسجل حضور، ماشي اللي حاضر لازم تسجل حضور، حتى ممكن إذا كان في شهادات عن حضور ممكن أفضل تتم أو تحضر معنا إذا ممكن. طيب رح أوقف الكتابة. طبعا المحاضرة حتكون مسجلة يا شباب. قلنا تكمل. نرجع مرة ثانية، هاي أمامنا هو البلاك بورد، أمامنا هو صفحة دخول البلاك بورد، هي طبعا عن طريق من الأعلى هنا vle.ud.edu.sa. هذه المعلومات كلها حتعطيكم جماعة التسجيل، حتعطيكم إياها، بالإضافة حتنشركم يوزر نيم وباسورد، هنا مكان اليوزر نيم والأسفل هي الباسورد. الباسورد هنا طبعا حاليا مو موجود، امبارح حطيت يوزر نيم وباسورد لأغلب الشباب، ويمكن لاحظت انه الشباب دخلوا عليها امبارح وجربوها، مشكورين شباب مهتمين. تمام حطيه كمان مره ثانيه اليوم ان شاء الله. هو UDSTD2 1 2 3. قبل ما ندخل مره ثانيه، الفصول الطلابيه لحال وهذا البرنامج لحال. هذا البرنامج اللي هو امامكم هو برنامج تعليم الالكتروني، مختلف تماما عن البرنامج الفصول الافتراضيه اللي كنا بنشرح عنه هلا من شوي. البرنامج الفصول الافتراضية هو برنامج خلينا نسميه متزامن. شو يعني متزامن؟ متزامن يعني الطلاب موجودين في نفس الوقت ولكن في أمكنة مختلفة. تمام، من خصائص وخصائص عديدة شرحناها. البرنامج اللي هو أمامكم هو غير متزامن، ممكن في أي وقت الطالب يدخل ويشوف الأمور الخاصة في مقرراته الإلكترونية بأي وقت، مو من أي مكان، هو يكون في إنترنت عندك. طبعا برنامج التعليم الإلكتروني برنامج بنته جامعة الدمام حتى يساعد طلاب التعليم عن بعد، التفاعل بينهم وبين الدكتور وحتى بين الطلاب بين بعضهم، لتحميل الوظائف، لمتابعة العلامات، لمتابعة آخر أخبار عن الجامعة وآخر أخبار عن المقررات الإلكترونية، لمتابعة مقررات المستودعين طبعا، حتى ممكن منتديات خاصة في المقررات حصرا أو خاصة في الجامعة بشكل عام. اضغط لوجن. لوجن يدخلنا على الواجهه الرئيسيه. الواجهه الرئيسيه للنظام وليس المقرر الالكتروني. كمان في فرق، خلينا ندخل هلا اول شيء نشوف هنا الواجهه الرئيسيه للنظام. الواجهه الاماميه امامنا هي الواجهه الرئيسيه للنظام من يعني خلينا نسميها قبل ما ندخل للمقرر الدراسي. هون بيكون كل شيء عام لكل الطلاب في الجامعة. أي شيء بتشوفه هنا ممكن يكون خاص بالمقررات وممكن يكون خاص بالجامعة. لما ندخل هنا على الدورة التدريبية، من هنا لما ندخل بيكون شيء خاص لك وطلاب هاي الدورة بالذات. تمام؟ حتى نفرق. من هنا مثل ما تكلمنا امبارح انه الإعلانات هي شيء مهم جدا، لأنه الطالب أول ما يدخل على الجامعة راح يلفت نظره أو راح أول شيء يخطر في باله هو الإعلانات. الإعلانات ممكن تكون عن الجامعة بشكل عام، ممكن تكون عن مقررك أنت، ممكن تكون عن المقررات بشكل عام وامتحانات وإلى آخره. من الوسط هي اللوحة الرئيسية واللي هي تكون كمدخل إلى كافة مقرراتنا الإلكترونية. فطلاب الرياضيات مثلا راح يكون هون المقررات الدراسية تقوم بدور طالب بها، واللي هي إنه أنت طالب في هذه المقررات الدراسية أو بنسميها دورة تدريبية. تمام يا شباب أو يا صبايا، مقررات دراسية ودورات تدريبية ما في فرق، مقرر دورة تدريبية ما تقولوا إنه شو الفرق. الدورة التدريبية اللي هي مقررات الكتروني ممكن يكون رياضيات الجبر، رياضيات الهندسه، فحيكون عندك عده مقررات. حاليا عندنا في واحد فقط، حاليا عندنا دوره تدريبيه واحده فقط.
وتحت كل دورة تدريبية راح يكون اسم المدرس، حتى ما تنسى اسم المدرس. على اليمين الجديد، ما هو الجديد؟ الجديد ممكن يكون حول الجامعة، ممكن يكون حول المقر الإلكتروني. فعلى سبيل المثال إذا فتحنا هنا عم يقول لنا إنه أداة جديدة أضيفت للدورة التدريبية. فهنا الدورة التدريبية فيها واجبات، فيها وظائف، فيها امتحانات. فلما الدكتور يدخل بيضيف امتحان داخل هاي الدورة التدريبية، شو حيصير؟ راح يتظهر هذا الشيء الجديد عندنا حتى يذكرنا. فبدل ما تدخل انت داخل الدورة التدريبية وتشوف من مكان، تروح من مكان إلى مكان أو من رابط إلى رابط لحتى تشوف شو هو الجديد، النظام سهل لك هذا الموضوع من الواجهة الرئيسية، ممكن تشوف شو هو الجديد بدون ما تتعذب أبدا أبدا. طيب ممكن الشباب هلا حاليا يرفعوا ايدهم الصلاة. الشباب عيد اسم الرابط، راح اكتب لك اياه هنا، اكتب لك اياه هنا. هو vle.ud.edu.sl. صوت مو واضح ليش؟ طب هيك صوت واضح اكثر مثلا؟ قال ما الصوت مو واضح. فين فين؟ ما قبل شوي احسن. هاي مشكلة الإعدادات يا شباب، يا خوضاي الإعدادات عندكم، الإعدادات من آلة. مرة ثانية، قسم البنات في مشكلة؟ كتابات كثير على فكرة، لاحظين كثرة الحضور والكتابة تمشي بسرعة وما أقدر ألحق معاكم. طيب مو مشكلة، معلش معناتها حاليا في صار في دخول بنات والشباب مع بعض، حاليا في بريك للصلاة يا شباب. انتوا حسب ما فهمت امبارحة انه الساعة 7:30. تفضل معك. نعم أنا لسه فاضل، تفضل. البريك حتى 57، عفوا أي نعم 57. مو مشكلة، بالسلامة. كيف الصفحة هذه بدون رقم طالب؟ أنهي صفحة؟ الصفحة اللي هي البلاك بورد يعني؟ اللي هي بركز معك، اعطيت الطلاب يوزر نيم والباسورد، هلا حيبعثوا لك اياها. الشباب بعثوا الشخص اللي بيقول على اليوزر نيم باسورد اللي هو UDSTU2 والباسورد 123، تبعثوه لها. الشباب اغلبهم عندهم الدخول، ايوه UDSTU2 اكتبيها والباسورد هي 123. اشرح مش نفس امبارح، هي عباره عن شرح اعاده سريعه بشكل سريع، وراح ندخل في امور جديده اليوم، ندخل في الواجبات، في الامتحانات، انواع الامتحانات، الواجبات كيف نشتغل معها، كيف ناخذ علامات الواجبات اليوم بشكل مفصل يا جماعه، مش مثل امبارح. ما يحتاج رقم طالب حاليا، لازم تروح التسجيل هم يعطوك بالمستقبل. حاليا امامكم هو نظام تجريبي، الدخول هو تجريبي. تروحي الجامعة ويعطوك اليوزر نيم والباسورد للدخول لهذا النظام. حاليا ولا طالب ولا زميل او زميلة معاك عنده يوزر نيم وباسورد. طيب بريك الصلاة شو وضعه؟ ما حدا بيكلمش من بريك الصلاة، ما حتروح الصلاة اكمل؟ يلا اسمع كلمة انا سوي ستوب.
أبريك السنة الساعة 57 إن شاء الله، نرجع مرة ثانية نتكلم عن النظام بشكل مفصل أكثر، خصوصا بموضوع الواجبات والامتحانات وبعض الأمور الثانية اللي هي داخل أدوات. وآخر محاضرة نجاوب على أي سؤال بتريدوه إن شاء الله، ما في مشكلة، ما حد بيطلع زعلان إن شاء الله. خلينا نعطوه بريك للساعة 57 إن شاء الله. حاليا بريك صلاة. جماعة أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع مرة ثانية نسوي مشاركة للبرنامج البلاك بورد اللي كنا نشتغل عليه من شوي. حاليا أمامكم يطلع الشاشة بشكل بطيء. أكيد أكيد رح أذكر الشات أكيد إن شاء الله. أتأكد إنه أنا أفتح الشات بس أتأكد عشان موضوع الصوت، الشباب في موضوع يروحون موضوع يمين يسار. يلا طيب، إعادة السرية، إعادة السرية. أنا عدت مرة ثانية، حكينا بداية الفصول الافتراضية، بتكلم حاليا عن البلاك بورد. البلاك بورد اللي هو أمامنا، خليكم معي أتأكد من موضوع الصوت عندي، إذا ممكن الصوت لازم يكون واضح تمام عند الكل إن شاء الله. أمامنا هو البلاك بورد، الشاشة اللي أنا سويت لها مشاركة من عندي. البلاك بورد مثل ما تكلمنا هو عبارة عن بالمرتبة الأولى عبارة برنامج بيعطي إمكانية إنك تاخذ الطلاب يكتبوا على مقرراتهم، المقرر كل طالب عنده مقرر وكل طالب عنده مدرس خاص فيه. رح يتعرف على المدرسين وكل دورة تدريبية وكل مقرر لها مدرس. لما تكلمنا بالبداية في الوسط تماما. نرجع مرة ثانية نسوي الخروج. هنا من الأعلى vle.ud.edu زي حنكتبها في آخر السيشن إن شاء الله، بس ذكروني بالنهاية حكيبكم الرابط وحكتبكم اليوزر نيم والباسورد اللي ما أخذها مبارح udstd123 لوجن. طيب بالوسط، من الوسط من هنا المقررات الدراسية، من الوسط هاي الشاشة الصغيرة هنا هي تعطيك لائحة أو لستة بالدورات التدريبية اللي أنت موجود داخلها. كل دورة تدريبية عبارة عن بيئة خاصة للطالب. داخل هاي الدورات التدريبية رح نشوف هلا بعد شوي، في واجبات، فيها امتحانات، فيه محتويات إلكترونية للتعليم أو التعلم. بعدها بيجي موضوع دخول العلامات وباقي الأدوات اللي حنشرحها عنها. صار هي الإعلانات شرحنا عنها كثير. من الأكثر هي المهام، ممكن مهام تسميها مهام ممكن لك من الدكتور لمشروع معين، أو أنت ممكن تحط مهام لنفسك كتذكرة لك. والجديد أيضا رح أتكلم عنه من مكان ثاني واللي هو هنا. من هنا هذا طالب التعليم عن بعد، هو اسم الطالب، اسمك لما يعطوك إن شاء الله في المستقبل الجامعة جماعة التسجيل يعطوك اليوزر نيم والباسورد حقك بكره بالمستقبل القريب ان شاء الله يعني. راح يطلع اسمك هنا من الاعلى على اليسار، تضغط على هذه الشاشه يطلع لك مجموعه خيارات من ضمنها النشاطات الجديده. ممكن يكون
فعاليات اللي عملت فيها امبارح مثلا دخلت على هذا المقرر واللي هو دور التدريبيه طلاب التعلم عن بعد، ممكن يكون نفتحها امامنا نكبرها مشان اذا كان الايقونات صغيره عليكم. ممكن هنا التحديثات، هي اللي بشكل ساعة هي تحديثات على مدار الساعة يعني. ممكن تحديثات تكون على مستوى دكتور ضاف مقرر، دكتور ضاف فيديو، دكتور ضاف امتحان، هذا كله بيظهر لك حتى يساعدك للوصول السريع للشغلات الجديدة. تمام؟ فلما تحط كلمة فتح هون ممكن الكلام عندك شوي صغير عنكم، هاي هون محل ما أنا حاطه هو فتح. هو بيفتح عندك مباشرة المحتوى الجديد، راح نشوف هلا كيف بالضبط. وممكن هنا بشكل سريع على تقديراتك، هذا التقدير هنا وهي عرض المحاولة اللي أنت عملتها بالامتحان. تقدير هو العلامات النهائية، علامات الفصلية، علامات الواجب، علامات الامتحانات الصغيرة أو الكبيرة اللي هي بعد الدرس ممكن تكون. من الأسفل امبارح تكلمنا على شيء اسمه التقويم، هاي التقويم، هذا التقويم بيكون لك الدكتور ممكن يحط لك تقويم انه في اليوم الفلاني رح تكون في محاضره في الفصول الافتراضيه في الزمن في الزمن الفلاني، تمام؟ يحط لك اياها وراح يشرح لك عنها. هذا الشيء بيكون هنا مثل ما بتعرفوا كل الاغلب بيعرف موضوع التقويم، ولكن التقويم هنا بيكون خاص للمقرر، تمام؟ مش تقويم شخصي بقدر ما انه يكون تقويم اكاديمي خاص في المقررات عندنا. احفظها عندك هون على عدد الايام الدكتور شو مرتب لك، ممكن يرتب لك انه مشروعك في هذا الوقت ممكن يحط لك هذا الموضوع التقويم، ممكن لك تسليم الوظيفه يكون في وقت معين على سبيل المثال، فانت اكيد راح تحط هذا الموضوع. يب نضغط زائد هنا انشاء حدث تسليم الوظيفه في هذا الوقت، يحدد الوقت وليكن وتوصف هذا الحدث، الوظيفة كذا وكذا إلى آخره، يعدد الالتزام، هي عبارة عن تعليمات، هذا الموضوع عند الدكتور، ممكن أنت تضيف عندك كمان، شيء شخصي يعني. أي تقويم بيكون خاص فيك أنت، تمام؟ وكذلك بعض الأمور اللي هي الأشخاص الموجودين عندك بالكلاس، حالياً مو موجود ولا شخص. بعض الأشخاص موجودين عندي بالشبكة. شو هن الشبكه الموجودين نفس الكلاس نفس المحاضره، يعني انت الصف اللي امامك، انت امامك مقاعد امام الطلاب، خلينا نعتبر حاليا امامنا طلاب، طيب ممكن تبحث عنه كمان، هذا هي خاصيه جديده في الاظهار الجديد في البلاك بورد. نرجع مره ثانيه نضغط على جامعه الدمام من الاعلى، نرجع على اللوحه الاساسيه، ندخل على المقررات الدراسيه، تحت المقررات الدراسيه راح يكون موجود عندنا عده مقررات. انا حاليا المقرر الدراسي عندي انا كطالب هي هون اسمها درجه تدريبيه، ممكن يكون اسمها الرياضيات، ممكن اسمها الجبر، ممكن اسمها الاستاء، ممكن يكون اسمها اي شيء عن المواد انت تدرسها حاليا. الضغط عليها، لما ضغطت عليها دخلت الى واجهه جديده تماما، دخلت لجوا، دخلت لشيء جديد مختلف تماما عن اللي موجود برا. الواجهه اللي امامنا هي واجهه حتشوفوها لكل المقررات، اغلب المقررات حيكون بهذا الشكل تقريبا، عبارة عن لوحة على اليسار وعلى اليمين راح يكون عدة مفاتيح أو عدة أزرار، هاي الأزرار هي عبارة عن مداخل، مداخل كيف شو يعني مداخل؟ مداخل يعني أنت حتدخل الواجبات، حتى تدخل أنا أقول حتى تدخل الواجبات لازم نطلع على زر الواجبات اللي هو هنا، تمام؟ حتى ندخل على التعريف عن المقرر، حاليا أنا داخل مقرر، حاليا أنا أمامي هو مقرر واحد فقط ليس كل المقررات، تمام؟ أنا حاليا أمام مقرر، حتى أتعرف على المقرر بضغط على الزر أبدأ من هنا، ممكن يكون الدكتور يسميه اسم ثاني، ولكن أغلب المقررات راح تكون بهذا الشكل أمامنا مقسم، تمام؟ وكل زر يؤدي إلى غرض معين. إذا بدأنا من هنا راح يكون عبارة عن شيء تعريفي عن هذا المقرر، ما هي محتويات هذا المقرر كامتحان، ما هي جدول الامتحانات، متى تطلع العلامات، هذا الشيء خاص في المقرر وبيحدده المدرس كل مقرر، فممكن تدخل لاكثر المقررات تشوف المحتويات مختلفة، ولكن بتكون بشكل عام نفس هذا الشكل، تمام؟
من الاعلى حكينا انه على اليمين بتكون عباره عن ازرار تعريفيه لا اكثر ولا اقل. ازرار تعريفيه بتساعد الطالب لينطلق في هذا المقرر. بننزل لتحت قبل ما نفتح مجال الاسئله نشرح عن الواجبات. الواجبات طبعا في عنا اذا لاحظتوا على اليمين في عنا شغلات يعني نقول انه هي احيانا الطالب بيضيع فيها الفرق بين الواجبات والامتحانات او الاختبارات. الواجبات الواجب هو عباره عن وظيفه، الوظيفه كيف بتكون هي عباره عن ملف وورد او ملف بي دي اف. الدكتور بيحمل لك هذه الوظيفه راح تكون بهذا الشكل لاحظين معي هنا اسم ملف دوك واوفيس يعني. لما نضغط على هذا الدوك بيطلع عندنا ملف وورد مكتوب داخل الوظيفه. فالوظيفه هي عباره عن ملف وليس امتحان، الامتحان شيء ثاني، الامتحان خلاص نشوفه مره ثانيه مختلف تماما عن الواجب. يعني لازم بنهايه المحاضره اليوم نعرف ايش الفرق بين الواجبات والامتحانات. الواجب بيكون عباره عن ملف، لما تدخل انت على الواجبات بيعطيك مجموعه من التعليمات عن هذا الواجب، تعليمات عن الواجب، ماذا يحتوي هذا الواجب؟ كم علامه هذا الواجب؟ متى يجب ان تسلم الواجب الى المدرس؟ عباره عن تعليمات. لاحظ البلاك بورد سمح لك بهذه الامكانيات هي نكتب فيها، هذا الشيء انتم ما حتكونوا انتم حاكمين فيه، الدكتور حيكتب هذا الموضوع، هو حيتعذب، هو حيضيف الواجب، انت عليك فقط تضغط على هذا الزر او على هذا الكلام هنا اللي انا حاليا حاط عليه علام دوره تدريبيه طلاب التعليم عن بعد، تضغط عليه يظهر لك ملف، داخل الملف تكتب الاجابه عن الوظيفه، ولما تروح تضغط على الواجب الاول هنا طيب عن الواجب الاول حاليا نفتح الصفحه. الواجب الاول هاي الوظيفه امامنا هو الملف، ممكن براوزر شوي في عنده مشكله بالكلمات. احفظوا معي بدء تقديم جديد من الاسفل على اليسار حتى ترجع الوظيفه. حاليا انت اعتبر نفسك حملت الوظيفه على عندك على سطح المكتب، كتبت الجواب على نفس الملف، وحاولي حاليا راح ترجع هاي الوظيفه للدكتور حتى يشوفها، حتى يشوف شو كتبت انت على ملف الوورد. الملف هذا كتبت عليه انت نص حترجع للدكتور، تضغط على بدء تقديم جديد. بدء تقديم جديد. بدء تقديم جديد المعلومات الخاصه بالواجب، شو اسم الواجب؟ شو هي الارشادات عن الواجب؟ متى لازم استحقاقه؟ متى لازم ترجع الواجب؟ بعد هذا الوقت تروح عليك الخمس علامات الموجوده هنا. هذا واجب عليه خمس علامات، طبعا هي انت بتعرف شو هي الواجب. الواجب عباره عن ممكن خلال فصل عده واجبات يعطيها الدكتور نسميها بالجامعات الثانيه يسموها نشاطات يعني. عليها علامات تضاف الى العلامه النهائيه، هنا على سبيل المثال من 100 علامه الدكتور اعطانا خمس علامات. هاي الملف هو نفسه اللي حملناه من قبل، حتى ترجع الملف او الوظيفه اللي انت كتبتها او كتبت الجواب عليها تروح على اسراق ملف تضغط على استعراض جهاز الكمبيوتر. انت طبعا لما حملت الملف الوورد صار عندك حطيته في المكتب وكتبت عليه وظيفه تضغط على استعراض جهاز الكمبيوتر وبتختار ملف الوورد اللي كتبت عليه الوظيفه اي يكن مثل هذا الملف على سبيل المثال اوبن وبعدها من الاسفل ممكن تضيف انت بعض ال ممكن خلينا نقول ملاحظات للمدرس انه انا عملت كذا نقصت كذا ممكن في شيء فهمته في شيء ما فهمته فيك تضيف هاي الامور هنا يعني ك تقول كملاحظات للدكتور لما ترجع الوظيفه يعني اكيد لما الطالب بيروح بيسلم الوظيفه دكتور انا اشتغلت في هذا الموضوع في جزء من الوظيفه ما اشتغلت هذا الشيء بالجامعات الفعليه لما الطالب بيروح يسلم الوظيفه ممكن يتكلم مع الدكتور هو عم يسلم الوظيفه نوعا ما شيء يعني خلينا نقول عده ملاحظات عن الوظيفه قبل تسليمها. وهي الموضوع بيكون عن النظام، لاحظين معي انه كل شيء موجود عندنا بالجامعات الفعليه كوظائف كاي شيء بيكون موجود بشكل مماثل في هذا النظام. وبشكل محسن اكثر. نضغط ارسال، لما نضغط ارسال خلاص بيكون الوظيفه انتقلت معنا من سطح المكتب الى الدكتور، دكتور حاليا راح يدخل في المستقبل بعد اليوم الى اخره راح يشوف الوظيفه وراح يحط العلامه لك وتشوفها انت بعد بعدها. حاليا تكلمنا على الواجبات، اللي عنده سؤال على الواجبات اللي عنده سؤال على الواجبات راح يسمعها كده
بشكل سريع، لا عندي سؤال فقط على الواجبات يا جماعة، ما بروح سؤال هيك. الكتابة الموجودة يا جماعة، اللي ما حس انه موجود كتابة خليكم معي، كأنه ما في حدا معي أبدا. ماشي ماشي طيب ان شاء الله. ما اعرف انا ما جبتوا في الجامعه لكم كم واجب، ممكن طريقه بس نشرح طريقه الواجبات. صحيح طيب، في سؤال ثاني غير العادة؟ راح أعيد إلى الفقر الواجب. نعم، واجبات الدراسية أكيد حيكون في واجب أكيد. عبد الرحمن اكتب العنوان، عبد الرحمن. تفضل. قبل ما نسكر الشهر اسألي. راح أعيد الدرس فاضي. يبدو صار في عدد كبير البنات والشباب مع بعض، صار في عدد كبير وعدد الأسئلة صار كثير. عدد الواجب ما مش عدد الواجب. هذا الشيء بحدد الدكتور، ممكن راح تشوف الله حاليا كيف المدة. كم الواجب هذا موجود، شفنا مثال هنا 10 سبتمبر مثلا، يعني ممكن الدكتور يحدد له 5 أيام 10 أيام شهر، هذا الشيء عند الدكتور. ماشي نعم ممكن بعد الواجب. طيب معناتها كل الأسئلة إعادة ما في شيء. الصوت عندي يقطع ما فهمت. ماشي اتمسخر، بس مو انا عارف شيء. اذا في سؤال، اذا في سؤال جدي اكيد من الناس اللي يلعبون فيه اكيد شخص جدي، انا اريده. ماشي حتشوف اذا كنت عن بعد. اول شيء موضوع إذا كان عندي مشكلة تصفح في عنكم، أنتم مش شايفين الانترنت، لأن باقي الشباب والصبايا يشوفون الصفحة بشكل تمام، يتابعون معي. طيب؟ طيب، موضوع الأمور الجامعية الدكتور هو بيحددها، فأنا لا ما عندي معرفة بالأمور الأكاديمية، شو هي الأمور الأكاديمية؟ يعني ما عندي معرفة والله متى كل فصل كم واجب، أو متى يتم تسليم الواجبات، هذا الشيء خاص عبارة عن المدرب. أعلمكم كيف تدخلون الواجب، كيف تعرفون الدكتور حط واجب. خلينا نمشي بشكل متسلسل خطوة خطوة. حاليا أنت موجود طالب موجود في بيتك والدكتور حط لك واجب، كل اللي عليك أنه أنت تدخل وتتأكد لمرة واحدة على الأقل. كيف حتتأكد؟ نرجع مرة ثانية للجامعة الدمام. بعد الدخول اليوزر نيم والباسورد يكون عندك أنت هنا هاي الصفحة، تمام؟ هاي الصفحة ممكن تدخل على الجديد او تروح من هنا الاعلى على اسمك، هون بيكون اسمك تمر على اسمك. وممكن من هنا تعرف التحديثات. طيب من هنا لما يضع على هذا الزر اللي فيه هو الساعة، خليكم معي. طيب
من هنا يعني لما يطلع الزر اللي هو الساعه فبيظهر لك من هنا من الاعلى على سبيل المثال، ممكن اعلى ممكن موجود عده خيارات، ولكن من هنا لاحظ انه المحتوى واجبات متاح مثلا، او بيظهر لك انه قام الدكتور او مدرس اضافه واجب في مقرر الرياضيات. هنا بكتب لك هنا، طيب هنا بكتب لك بالضبط وين، مره ثانيه وين في هذا الزر، الزر اللي هو التحديثات، التحديثات يعني الاشياء الجديده داخل المقرر. فعمليا انت قمت باول خطوه لحتى تعرف انه صار في عندي واجب متى، من 11 يوم مثلا، من 11 يوم من يومين الى اخره، تمام يا جماعه. من هنا بتعرف انه او بيكتب لك في المستقبل انه مره ثانيه المدرس اضاف واجب في المقرر كذا، قرر رياضيات جغرافيا الى اخره، تمام. كيف بنروح على الواجب؟ اما بتروح على الواجب بتدخل على الدوره التدريبيه او بتضغط على هذا الزر، هذا الزر بجوز انتم ما تكونوا شايفين، اللغه شويه صغيره، فتح، تمام. رحنا على الفتح، هنا دخلنا على الواجب بشكل مباشر، على سبيل المثال دخلنا لهنا بشكل مباشر بدون ما تدخل على جامعه الدمام، بعدها تروح على المقرر الالكتروني واللي هو هنا، وبعدها مره ثانيه تروح على الواجبات واللي هي هنا على اليمين. طيب حتى تدخل الواجبات لاحظ ضغط عده، رحت لعده امكنه بسلسله من الروابط لحتى دخلت على صفحه الواجبات. لا، الافضل تروح على الجديد ختام مثل ما قلنا وتضغط فتح ويدخلك على الصفحه بشكل مباشر. الشخص اللي سالني كيف اعرف انه انا واجب اللي موجود عن بعد، هذا الجواب عندي. طيب حاليا كيف الواجبات تشتغل؟ كيف انا بعد ما عرفت انه صار عندي واجب كيف احله؟ الواجب هو خلينا نتخيل عباره عن وظيفه موجوده مكتوبه على الوورد. شو هو طالب منك الدكتور او المدرس؟ راح يكتب لك اياها كنص على الوورد، نعتبره من هلا وورد نص، ممكن يكون ملف بي دي اف الى اخره. ممكن تكتب الواجب على نفس الملف النصي اللي بعثك، او ممكن تفتح ملف وورد جديد ثالث وتكتب الجواب وتبعثه. كيف؟ Recording in progress. على سطح المكتب الكل بيعرف شو هو الوورد، يفتح الوورد ويكتب الجواب بعد ما يشوف السؤال. كيف يشوف السؤال؟ بالدخول الى واجبات راح تشوف هنا الكلام هذا كله عباره عن شرح لا اكثر ولا اقل. هنا راح تشوف الرابط، هنا لاحظ صار عندي رابط. شفتوا دورة تدريبية طلاب التعليم عن بعد، هذا الملف، لاحظ دوك وبيعطيك الحجم، لاحظ حجم. فأنا ملف لما تضغط عليه راح يحمل لك ملف وورد، تفتحه وتشوف السؤال الواجب الأول، نضغط على الواجب الأول. طيب لاحظ بعض الشباب يحاولون معي، لاحظ الشباب اللي سألني يا دكتور فين نحاول أكثر مرة، لاحظ في 57 محاولة، الطلاب امبارح أعطيتهم يوزر نيم الباسورد، الكل يحاول. فنعم ممكن تحاول، ممكن ترجع مره ثانيه تحمل ملف، ولكن خلي بالاعتبار انه الدكتور امامه 57 محاوله، فممكن الدكتور يفتح 57 محاوله يختار العلامه الاقل او العلامه الاكثر. فممكن انت اول محاوله جاوبت جواب معين، طيب في المحاوله الثانيه جاوب جواب ثاني احسن، فالدكتور في عنده خيارين، اما ياخذ المحاوله الاولى اللي هي علامتها اقل او ياخذ المحاوله الثانيه اللي هي علامتها اكثر. فخلي هذا الاعتبار عندك، لازم تنتبه لما تحاول عدة محاولات فانت ممكن تحط نفسك في خطر انه ممكن تكون العلامه تقل او الدكتور يختار المحاوله الاقل او المحاوله اللي عليها علامات اقل. فنعم الطالب اللي سالني انه يا دكتور ممكن اذا كان انا اخطات في المحاوله ممكن اعيدها احملها مره ثانيه، نعم كل اللي عليك تعمل اما تكتب متابعه تقدم الحقي او تكتب اضافه محاولة، كيف بيكون رح نشوف الزر مرة ثانية، خليكم راكزين معي.
ندخل على الواجبات، على مين؟ على مين؟ واجبات. تفتح معنا صفحة الواجبات اللي هي على اليسار، نضغط على الواجب الأول هنا، ضغطنا على الواجب الأول، حاليا أنا بمشي بسلسلة لحتى نقدر نحمل الملف أو الوظيفة بعد ما كتبناها للدكتور. على اليسار من الأسفل نضغط هذا الزر اللي هو هنا على اليسار يا جماعة جنب موافق. طيب من هنا في شيء اسمه تقديم الواجب. اللي سألني في خنارة تاريخ الاستحقاق، هنا تاريخ الاستحقاق هو 10 سبتمبر. هذا الشيء انا بحدد، المدرس هو حدد، كل مدرس عنده تاريخ الاستحقاق هو بيتحكم فيه، تمام يا جماعه. وهي النقاط وهي الملف اللي هو اصلا شفناه من قبل. كيف نرجع الملف اللي كتبناه واللي هو موجود اصلا على سطح المكتب؟ نضغط استعراض جهاز الكمبيوتر هنا يا جماعه، الزر هذا عباره عن زر. شفتوا استعراض جهاز الكمبيوتر هو اهم زر. بعد ما حطينا استعراض جهاز الكمبيوتر نختار الملف، نحط اوبن، ما حيطلع معنا يطلع معاكم هذا الشيء ولكن موجود عندي. بعدها للاسفل حط ملاحظاتنا وارسال. ارسال ارسلنا. طيب حاليا اذا رجعنا صار عندنا هنا المحاوله هي ساره، هذا الواجب مكتمل، راجع تاريخ التقديم. خلاص تاريخ التقديم ممكن هذا الواجب كمان، فبعد فتره بعد 10 سبتمبر ممكن نروح على العلامات ونشوف كم اخذنا من خمسه. اظن الواجبات حاليا تمام، راح ننتقل لموضوع ثاني ان شاء الله. الآنسة الآنسة مالك الغامدي، مالك الغامدي. شوفي تسعين جدا كمان، سمحت لي كتاب تفضل. ايش هي؟ نعم بيرد لك على الجوال. واجب وعلامات، نعم ممكن يرد لك. ملاحظات، نعم ممكن يعطيك علامات، تشوف العلامات، رح نشوف هلا بعد شوي كيف العلامات. الدكتور بيحدد عدد المحاولات. ممكن تشوف الجماعه التسجيل، ممكن اي شيء بخصوص التسجيل ترجع لنا الجامعه. دراج واجب حنشوف، هلا نشوف حين في موضوع الدراجات بعد فتره، بعد شوي زين ان شاء الله، ممكن اليوم اخر الجلسه وبكره ان شاء الله. ممكن تحط الواجب داخل الملف او ممكن خارج الملف. طيب ماشي حنشوف الاسم من يا جماعه لفاطمه اكتبوا لها اليوزر نيم بس. كيف راح تتكلم عن المحاضرات؟ اين المحاضرات؟ المحاضرات الافتراضيه ولا البرنامج اللي شرحناه اللي هو البلاك بورد؟ طيب ماشي مالك، انا اقول مالك، انا اقول لك مالك عن طريق الجامعه. نعم ما قلت مالك. طيب والله ما اعرف موضوع الجامعه يا جماعه، انا حاليا اشرح البرنامج بس اذا ممكن. يو دي اس تي دوت اس تي تي 2 اللي هو اليوزر نيم، الباسورد 1 2 3. المحاولات مره ثانيه، في احدى طبعا في حد سالني عن موضوع المحاولات. المحاولات هي بتكون انه ممكن الطالب حس انه الجواب مش صحيح، ناقص، غير مكتمل، فممكن مره ثانيه يعيد نفس الخطوات تماما، ولكن النظام ما بيعدل المحاوله، بيضيف لك محاوله ثانيه، فالمحاوله اول محاوله راحت الدكتور خلاص مشت الدكتور، فانت النظام اعطاك امكانيه انه تشوف المحاوله، تحط محاوله ثانيه والدكتور يكون عنده خيارات اما يشوف المحاوله الاولى او الثانيه او يعني يشوف المحاولات كلها ويختار العلامه الاقل او الاكثر.
نعم ممكن نشوف شرح مرة ثانية. راح يحطوا المحاضرة المسجلة إن شاء الله. نعم نشوف المحاضرة. طيب راح نشوف المحاضرة في المستقبل. الطلاب عفوا الجامعة حطت زمان باسورد، ممكن يحطوا لك المحاضرة الأيام الثلاث. راح يطلعوا عندكم ثلاث روابط، كل رابط هو المحاضرة المسجلة عن اليوم اللي احنا حضرنا فيه إن شاء الله. طيب نرجع مرة ثانية للنظام. إن شاء الله إن شاء الله. ماشي. طيب يا جماعة خليكم معي إذا ممكن. خليكم معي إذا ممكن. مرة ثانية المحاولات تكلمنا عنها، شو هي الغرض المحاولات. طبعا احنا اعطينا الميزانين بس الطلاب من كل طول حاول محاولة خاصة فيه، فطلع انه هون 57 محاولة، يعني ممكن هي عبارة عن عدة محاولات، محاولة محاولتين ثلاث بالكثير يعني. وممكن الدكتور يحدد عدد المحاولات، ممكن يعطي ثلاث محاولات أربعة في عدد ما، يعني هذا الموضوع كله متحكم عن طريق الدكتور. فأنت لازم كمان تسأل الدكتور على الواجبات. دكتور أنت أعطيت عدد محاولات، دكتور انت مثلا حطيت اعطيت ثلاث محاولات، العلامه الاكثر المحاوله تحط لنا ولا الاقل. مره ثانيه ايش قصدي بالعلامه الاكثر ولا الاقل؟ يعني لما انت كتبت وظيفه كتبتها على ملف الوورد ولا رجعتها للنظام، طيب بعد فترة يوم حسيت انه جوابك ناقص او جوابك حياخد علامة من خمسة، حياخد علامة واحدة وعلامتين، فممكن ترجع مرة ثانية تكتب الوظيفة مرة ثانية وترجع نفس الخطوات وتحملها، فيصير عند الدكتور محاولتين. فممكن المحاولة الثانية تاخذ عليها أربع علامات، وأول محاولة أصلا أخذت عليها علامة. فممكن الدكتور هنا في هذه الحالة يختار إما أول محاولة يحط لك علامة، أو يختار المحاولة الثانية يحط لك عليها أربع علامات. حاليا هذا الجواب على السؤال اللي بيقول لك ايش الغاية من المحاولات وايش الغاية من العلامات لكل محاولة. خلصنا من موضوع الواجبات، ندخل لموضوع ثاني واللي هو الامتحانات، شيء مختلف تماما لو كان انه الناس كثير يخبطوه او يعني بيمزجوا بين الموضوعين اللي هو الواجب والامتحان او الاختبار. الاختبار نفسه امتحان، ممكن الاختبار يسموه اللي هو اصغر من امتحان او غير اساسي، يعني ممكن يكون بعد الدرس نسميه اختبار، مثلا بقى كل اسبوعين نسميه اختبار، ولا اذا كان امتحان هو امتحان فصلي، امتحان نهائي، هذا امتحان اساسي. تمام؟ الامتحانات بشكل عام كلها بنعرف وكلها جربنا امتحانات. النظام اللي هو امامنا الباكورد يتيح عدد كبير من انواع الامتحانات، تشمل الامتحانات المقاليه واللي هي انه تكتب مقال او اسئله، ممكن تحمل ملفات شيء بيشبه الواجب، ممكن اسئله من الفراغات متعدده، هذا الشيء بنعرفه، اسئله اختيار متعدد، اختيار من قائمه منفصله، هذا كله انواع هنا ممكن بالمستقبل تقروها بشكل بطيء. اسئله الصواب والخطا والاضافه الى عده انواع الاسئله كثيره الاسئله هي، ولكن الاسئله المهمه هي هاي راح تعدي عليكم تشوفوها ان شاء الله. اسئله مقاليه بيطلع لك فراغ كبير تكتب فيها المقاله جواب عن السؤال، ممكن سؤال يقول لك حمل ملف، ممكن سؤال يقول لك فراغات متعدده، او اختبار اختيار من قائمه منسدله، اختيار متعدد وصح جواب ترو فولس. التقديرات الاخيره بتكون بعد نهايه الاخيره لما تضغط انتهاء من امتحانك، النظام فورا يطلع لك علامه لانه هذا الشيء يعني اوتوماتيكي. بعض الاجوبه وبعض الامتحانات اللي فيها مقالات لازم مره ثانيه الدكتور بعد ما ينتهي الامتحان يشوف هذا الجواب المقالي او اللي فيه مقاله ويعطيك عليه العلامه بشكل يدوي. تمام؟ باقي الاسئله النظام بشكل اوتوماتيكي بيحط لك علامه وانت تشوفها، ممكن بعد الامتحان فورا، ممكن بعد كم يوم. كيف ندخل للامتحان؟ نفس الشيء تماما الواجب، نفس الشيء. هنا لاحظ اللي عليه تحت خط، هذا عباره عن رابط، عباره عن رابط اسئله او هذا امتحان او نسميه امتحان او اختبار وليس واجب، لا تفرقوا بين، فرقوا بين الواجب والاختبار. يعني الواجب هو وظيفة في ملف وورد،
الاختبار او اول امتحان، خلينا نسميه امتحان عشان ما نخلط الامور. الامتحان هو بيكون اسئله فيها الانواع اللي مذكوره في الاعلى هنا، الامتحانات الاختبارات متعدده الاختبار ولا اخره. كيف ندخل على الامتحان؟ ضغطنا من الاعلى هنا على اختبارات امتحانات، ضغطنا عليه الاسفل، ضمن الاسفل الكلمه اللي عليها خط هي يعني رابط، رابط الامتحان بشكل مباشر. نضغط على هذا الرابط يفتح لنا صفحه جديده. طيب فيه مجموعه ارشادات، طبعا ارشادات ممكن تكون امتحان. طبعا انتم لما تاخذوا الامتحان ندخل الدكتور عندكم بيقول لكم يا جماعه قبل ما نبدا الامتحان خليني اشرح لكم عن الامتحان اليوم، تمام؟ هذا الشيء موجود عندنا كمان في النظام. فنرجع مره ثانيه لقضيه المحاكاه، عم يحاكينا النظام، عم يحاكينا تماما ما يحصل داخل الجامعه. فالدكتور بيقول بيشرح يا جماعه الامتحان مجد وكذا، ممنوع الغش، يعني هذا الشيء واضح. ما مثلا الى اخره المواضيع، مثلا الامتحان فيه اسئله متعدده الاختيارات عشان ما تتفاجئوا بانواع الاسئله. في اسئله مقاطعيه، يا جماعه السؤال بعض الاسئله صعبه، خلوا وقت لهي الاسئله واعطوا وقت للاسئله الثانيه. عده ارشادات بتكون بشكل كتابي، تمام؟ ممكن يحط لك العلامه، ممكن يحط لك بعض الارشادات لتم الامتحان بشكل مباشر. بعد ما انتهينا من الارشادات راح نضغط على اليسار في اقصى اليسار بدء. هنا بعد زر الغاء الامر بدء. عفوا نضغط على زر بدء. من هنا بدا التوقيت. بيظهرون الامتحان، طبعا بعض الشباب ماشيين معي. عندي لي نظام انه في بعض الناس دخلوا الامتحان وقدموه، مو مشكله. نبدا هنا الواجهه الرئيسيه للامتحان او بسموه الاختبار. كل سؤال تعرف هذا الشيء موجود عندنا بالامتحانات العاديه اللي تكون على اوراق، بيحط لك علامه الامتحان، كم علامه؟ هي 5 نقاط من كذا، من 20 من 30 الى 20. النوع السؤال اللي تكلمنا عليه اللي هو المقالي، تكتب دور اي دور. السؤال هنا ما هو مقترحاتك لتحسين بيئه التعليم الفني؟ السؤال الثاني هو اختيار متعدد، وكذلك السؤال الثالث. السؤال الرابع صح ودور، لاحظين على اليسار عندنا النقاط. السؤال الخامس سواء من الفراغات، وبالنهايه تحط حفظ كاتب اجابات حتى اذا صار في عندنا مشكله نحفظ الاجابات. صار في عندنا مشكله بالكونكشن تكون انت حافظ الاجابات. بعدها تكتب حفظ وتقديم. لما حط حفظ وتقديم خلص انتهينا. كذلك نفس الامر بعض الاحيان الاختبارات غير المهمه ممكن الدكتور يسمح الطالب بعده محاولات. لاحظ عارض كافه المحاولات. لاحظ هون الشباب محاولين كثير، كل فتره هو محاوله. شباب داخلين على نفس الحساب محاولين، محاولين امبارح واليوم ومن زمان، من زمان محاولين 2012، نفس المحاولة أعطيناها 2012، في ناس كثير حاولت. هاي المحاولات ممكن الدكتور يحصل محاولة واحدة إلى آخره، أنا حاليا هذا الاختبار حطيت عدة محاولات حتى نتعلم بشكل مستمر أو حتى نعطي فرصة للطلاب يدخلون النظام ويحاولوا. حاليا بشكل سريع خلصنا الامتحانات، إذا في حال عنده سريع غير غير سؤال انه اعاده راح اعيده مره ثانيه. تفضل. الامتحانات اغلبها حتكون بلاك بورد، خصوصا طلاب الطلاب عن التعليم عن بعد، خصوصا الاختبارات، ولكن انا اظن الامتحانات الاساسيه اللي بتكون او اللي لازم تكون اصلا داخل الجامعه ممكن يستخدموا بلاك بورد، لكن بتكونوا انتم داخل المحاضره يعني، لكن باستخدام الدكتور. لا اغلب يكون واجب، اغلب الجامعات لو كان استخدمنا البلاك بورد خصوصا بالامتحانات الاساسيه اكيد لما تروح اسمها برا يعني تصير غش، اكيد حيكون داخل الجامعه على الاغلب. وهذا هي المواضيع اذا ممكن تسالوها للجامعه، انا بس اشوف اعلمتهم الطريقه يعني.
طيب يا مالك، اكتب اسمك مرة ثانية على السوا. شايفة فيها؟ نعم شايفة فيها خط رصاصي على اليسار اللي حاليا موجود الشاشة. هذا اختبارات أساسية واختبارات تفصيل، اختبارات اللي ممكن تكون غير أساسية بعد كل درس، ممكن يكون بعد عدد دروس إلى آخره. هذا الشيء بيكون إما امتحان أساسي بالنهاية أو فصلي إلى آخره، أو امتحانات عادية، اختبارات عادية صغيرة مختلف عن الواجب. هذا الشيء الدكتور بحدده، متى ما أعرف الجامعة كيف طريق الدكتور معي، فأنا بس أعطي الطريق. يعني أنا أرجو الأسئلة تكون عن اللي شرحته فقط، كيف الجامعة تتفاعل مع الاختبار مع الطلاب، وكيف الاختبار بعد كم درس، وشو الاختبارات اللي تقدمها الجامعة. هذا الموضوع ممكن جماعة الجيل يفيدكم بشكل مباشر حتى نوفر وقت. يعني نعم بحدد ساعة، عفوا وقت الواجب ممكن أيام، الامتحان أكيد حيكون ساعات. في حال وقت حل واجب خلاص ما حيطلع رابط، راح يختفي الرابط وخلاص. الدكتور إذا أنت عندك محاولات يحط لك على منزل، ما عندك ولا محاولة يحط لك صفر. إن شاء الله. نعم اكيد. بدك تسامحوني، اسئله الجامعه ما اخذ جلسه اجاوب عليها. نشوف الاسئله عن اللي شرحتها. ممكن كيف نعرف نتائج الاختبارات؟ حنشوفها هلا. هل اي بدايه موضوع امتحان في سؤال ثاني بشكل مفصل اكثر غير موضوع الاعاده؟ معك الايباد تدفع البلاك بورد لازم يشتغل في صفحة الانترنت. سجل الحضور، طبعا سجل الحضور اكيد. خلاص مو مشكلة، اني اسمه مش واضح مثل امبارح على الشات. تكتب اسمك، حتى انا يعني بحفظ الشات عندي. ممكن نحط الاسم الغير حقيقي نحطه مع الكلام بتاع الشات. موضوع الاختبارات وكم يستغرق، هذا خاص في كل دكتور، خاص في الجامعة وخاص في المدرس. رقم جوالي ليش؟ شوف ارجع للجامعة، ممكن إذا بدك أي شيء مني ممكن عن طريق الجامعة هم تعطيك أي معلومات عني، مشان بالمستقبل إذا لكم أي مساعدة أنا ما عندي مشكلة إن شاء الله. بس ترجع للجامعة. شو برنامج مفضل الواجبات والاختبار، ولا اي برنامج يشتغل عليها؟ طبعا اي برنامج حاليا على الانترنت، نصفح الانترنت فقط. يا حبيبي وقت الواجب هو شيء محدد للدكتور. انا اعطيك كيف يشتغل الواجب، كيف يشتغل الامتحانات، كم وقت الواجب، خليها للجامعه. جماعه الجيل هم يعطوكم ان شاء الله. راح اعيد موضوع الامتحان مره ثانيه. يلا راح نكمل. طيب نرجع مره ثانيه للامتحانات. اللي ما عرف لحد الان او اللي ما تابع معانا، اكيد في ناس ما تابعوا معانا موضوع الفرق بين الاختبار والواجب او الامتحان والواجب. مرة ثانية هنا نرجع للصفحة الاساسية للدورة التدريبية. حاليا امامي هي الصفحة الاساسية للمقرر، مقرر واحد فقط. حاليا كل المحتويات اللي على اليمين اللي على اليسار، كل الكلام اللي هنا اتكلم عنه هو مقرر واحد فقط. تمام، كلامنا اليوم بشكل مفصل عن شغلتين اساسيات ومهمات جدا، هما الواجبات على اليمين والاختبارات او الامتحانات.
الواجبات قلنا انه عباره عن ملف يعطيك اياه الدكتور، تتحملها انت الملف. بعد ما تحمل انت الملف تكتب على نفس الملف الجواب او تكتب ملف ثاني، وتروح وتعرضها مره ثانيه وترجعها للدكتور تحملها للنظام. تكلمنا على الشيء بشكل مفصل مرتين. نرجع مره ثانيه امتحانات نعيدها. الامتحان شيء مختلف عن الواجب، ممكن يكون ما في ملفات، هنا عباره عن اسئله، اسئله متعدد صح خطا، اسئله مقاليه، او ممكن يكون عدد انواع من الاسئله اللي حتشوفوها. الواحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة هي الانواع الاساسية اللي تستخدمها جماعة الدمام للطلاب، واللي هي راح تشوفوها مستقبلا ان شاء الله. تقدير الاسئلة في شهر تسعة، كيف اعرف علاماتي؟ راح تشوفها يعني، اللي عم يسألني هذا السؤال راح تشوفها من ادوات طالب. ادوات ثالث طالب في عندك شيء اسمه تقديرات، طيب حتى نجاوب، لان سألوني كثير مرات. يعني انا موضوع التقديرات حكي عنه اليوم ان شاء الله وبكره اكمل عنه، ولكن عشان الشباب المستعجلين يعني يعرفون وين التقديرات، من هنا من ادوات طالب. طيب نرجع مره ثانيه للامتحانات. امتحان تكلمنا عن انواع الاسئله، كيف ندخل الامتحان؟ لاحظوا هنا تحت صفر هذا عباره عن رابط، هو رابط الامتحان. لما يضغط على هذا الرابط يروح يقفلنا لصفحه جديده، صفحه منفصله فيه الارشادات. الارشادات من ضمنها ممكن يكون الوقت الامتحان، وقت محدود يعطيك تايمر او مؤقت، ممكن يكون ارشادات متنوعه عن الامتحان او الواجب. كم عدد الامتحانات، كم وقت الامتحان، هذا شيء خاص في المدرس، خاص في الجامعه، جماعه تسجيل او المدرس بيقول لك بالمستقبل كم وقت امتحاني انا امتحاني نص ساعه، امتحاني ثلث ساعه. هذا الشيء انا ما عندي اياه حاليا، هذا الشيء ان شاء الله تعرفوه لما تدرسوا. انا حاليا اعطيكم الطريقه كيف تشتغلوا مع الامتحان. كمان مرة ثانية حتى نعرف انه صار في عندنا امتحان او اختبار جديد، او ممكن يكون هذا الشيء يعني ممكن يكون عن بعد اذا كان اختبار مش مهم، يعني راح يصير غش اكيد اذا كان اختبار اساسي. ولكن على الاغلب الجامعات بتجمعكم في فصل داخل الجامعة وتعطيكم امتحان، اما بيكون اغلب على الاغلب عن طريق البلاك بورد حتى ما يصير غش امامكم. يعني بدأ حتى ندخل الامتحان نضغط على زر بدء على اليسار من الاسفل، على اليسار من الاسفل بدء. طيب طبعا هنا هي الشاشه هي تعطيني انه صار في محاولات كثير لهذا الامتحان. بدك تسوي محاوله جديده، حتى تسوي محاوله جديده نحط بدء تقديم جديد. طيب كمان نفس القصه تماما لموضوع الواجب اللي تذكرته على المحاولات 57، هون ممكن يكون محاولات كثيرة. مع كل محاولة في علامة مختلفة، فالدكتور عنده الإمكانية يختار العلامة الأقل أو العلامة الأكثر. بدء تقديم جديد أو بدء امتحان جديد خلينا نسميه. نفس الشيء الأسئلة حتكون هنا، سؤال أول عبارة عن ما في زي تكتب عليها الكلمات، سؤال جواب، هذا اسمه، هذا النمط من الأسئلة اسمه السؤال المقالي. الأسئلة الثانية معروفة للكل، هي أسئلة اختيار متعدد، عدة اختيارات صح جواب، أو يعني عفوا صح أو خطأ أو من الفراغات إلى آخره. لما ننتهي نحط هنا حفظ وتقديم، حفظ وتقديم. أظن أسهل من هيك ما في، أكثر من هيك شرح ما في، أسهل من هيك يعني أبسط من هيك ما في. على زر الواجبات، على زر الامتحانات، نضغط على الكلمه اللي تحت الفقره اللي هي اسم الامتحان، بيطلع لنا هاي الامتحان. بعد ما نضغط على الارشادات نضغط بدء، بيطلع لنا السؤال بنجاوب عليها من اسفل لتحت، حفظ وتقديم. يعني موضوع البلاك بورد يعني لما تدخل انت تبدا فيه، على الاقل تبدا طول حاله امامك كل شيء واضح، بيقول لك كل شيء، بيقول لك وين تروح، وين وكيف تضغط، وكيف تنتهي، وكيف تفتح امتحان، وكيف تشوف علاماتك. انا موضوع كده ان شاء الله حتكون سهله لما تستخدموه في المستقبل بشكل مستمر. حافظوا يعني لازم تستخدموه، لازم بشكل يومي على الاقل 5 دقائق 10 دقائق تستخدموا البرنامج. هذا الشيء بيرجع لكم الكم، لانه ممكن تكون الجامعه ممكن تعرف الطالب اللي يستخدم برنامج اكثر من الثاني. هذا الشيء موجود اكيد، ممكن الجامعه باخر الفصل تقول لكم في مفاجاه الطالب يستخدم النظام كثير، حاعطيه علامات، فحاول تستخدم النظام اكثر ما تقدر.
على الاقل 5 دقائق في اليوم. يعني اكيد اكيد حيكون في تفاعل، اكيد حيكون في منتديات وظائف جديده، يعني هذا الشيء بيفيدكم ان شاء الله. نرجع مره ثانيه للصفحه الرئيسيه. عفوا. بلاكبورد ليرن. طيب مرة ثانية هنا على اليمين أزرار امتحان، هي مرة ثانية نرجع للجامعات الجمال. كيف دخلنا على المقررنا؟ كيف دخلنا على الدورة التدريبية؟ الجامعة الدمام تطلع عندنا هنا بعد ما نضغط اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم كتبوه الشباب، ممكن نرجع لكم مرة ثانية. هلا لاحظ على الجديد على اليمين، إن شاء الله كل مرة نحكي فيها أكثر من شيء مهم. كيف دخلنا على المقرر؟ بالضغط على هذا الزر الدورة التدريبية لطلاب التعليم عن بعد، ضغطنا عليه دخلنا داخل المقرر. ممكن يكون في عندنا المقررات، كل مقرر راح يكون بهذا الشكل تقريبا، الزرار على اليمين. كل زر هو عبارة عن مدخل للوظيفة المعينة، الواجبات هو مدخل إلى الواجبات، الاختبارات الامتحانات هي مدخل إلى الامتحانات، وكذلك المنتديات. المنتديات إن شاء الله 5 دقائق نحن نوقف المحاضرة ونشوف أسئلتكم، بس حاب تكون أتمنى تكونوا ركزتوا معي وماشيين معي خطوة خطوة. هذه الأمور مهمة جدا، بعض الأمور ممكن لا تكون مهمة، ممكن ما أشرح فيها كثير، ولكن الأمور المهمة أشرح فيها مرة ومرتين، وممكن أعيدها مرة ثالثة بكرة إذا ما فهمتوها إن شاء الله. اللي عم بسأل تقديرات، خلينا نروح على التقديرات فورا لأن الشباب كثير مهتمين. واضح من أدوات طالب على اليمين، على اليمين أدوات طالب، أو ممكن حضر هنا تقديراتي. ممكن تدخل على أدوات طالب من هنا التقديرات، لاحظين التقديرات. فلما اضغط على التقديرات راح يطلع لك علامات. حاليا ما عندي انا اسئله كثير. لاحظ انا الواجب الاول ضغطت عليه، واسئله التعليم عن بعد ضغطنا عليها وحليناها، لاحظين. فكل واجب وكل امتحان راح يظهر اسمه، ولما نضغط على الوصف راح يطلع لنا علاماته. تمام يا جماعه؟ اللي عم بسال على تقديراتي، كيف دخلنا على تقديراتي او علاماتي؟ ادوات الطالب من على مين؟ ادوات الطالب من هنا شايفينها؟ تقديرات، عرض معلومات تفصيليه عن التقديرات الخاصه بك. ها؟ هنا تقديرات خاصه بك فقط. انت كالطالب اللي اسمك كذا، تقديراتك كذا، ما حتشوف تقديرات الشخص الثاني. لما بدخل الدكتور حيشوف التقديرات للكل. طيب؟ بكره حنشرح اكثر عن الادوات، رح نشرح اكثر عن التقديرات والمجموعات، وكيف ترسل رسائل الكترونيه من الداخل للطلاب الثانيين للمدير للمدرب. المنتديات كمان شغله مهمه جدا، لكي يتفاعل الطالب مع المدرب ويتفاعل الطلاب مع بعضهم. تحت طبعا تحت عناوين ترتبط بشكل مباشر لهذا المقرر. فانا المقرر اللي انا موجود امامي هو مقرر الرياضيات، راح تكون المنتدى هون اللي هو مكان التعليم عن بعد الجامعات، راح تكون عباره عن مواضيع خاصه في المقرر لان هو اللي انا موجود حاليا داخله. فاكيد اذا انا موجود داخل المقرر اللي هو الرياضيات في الجبر، راح اكيد المناقشات حتكون حوالين الجبر. الدكتور ممكن ينشئ هاي المناقشه، ممكن الطلاب ينشئون المناقشه حسب امكانيات الطلاب. حاليا امكانيه المدرب هو بينشئ المنتدى والطلاب بده يناقشوا. لاحظ هون الرسائل غير مقروءه، نضغط الرسائل المقروءة ونشوف البلاوي. طبعا بعض الطلاب دخلوا المنتدى وبدأوا يتناقشوا اكيد. الشباب يبدو في كثير طلب على نفس الصفحة، لذلك ممكن تاخذ وقت او ممكن بسبب برنامج اللي انا سخن عن طريقه. نرجع مرة ثانية للصفحة. جامعة الدمام، دورة تدريبية طلاب التعليم عن بعد، منتديات هي عبارة عن منتدى مصغر موجود داخل كل مقرر. عظيم، الشباب هون حاطين رسائل جديدة. رقم الجامعة، الجلسة التدريبية، الرقم السري، لاحظين هي كل شخص بيدخل عنده إمكانية يضيف رسالة جديدة،
الشخص الزملاء بيدخلوا بيناقشوا. هذا الموضوع جدا مهم يا جماعه، جدا مهم. لأهمية هذا الموضوع، طبعا بعض الجامعات يعني بيهتموا بموضوع نشاط الطالب. ما هو نشاط الطالب؟ نشاط الطالب هو انه الطالب داخل الجامعه، خلينا ننسى موضوع الداخل، الطالب داخل الجامعه الفعليه لما يكون عنده نشاطات اكثر، واللي هو مثلا نقول لما الدكتور بيلاحظ على طالب معين عم يرفع ايده كثير، عم يشارك كثير، فاكيد راح يحط له علامه من النشاط، ممكن يهتم فيه. هذا الشيء تماما موجود عندنا بالبلاك بورد هون، كيف؟ بيكون بحدث امور من ضمنها المنتدى. لاحظ مثلا دخل الدكتور على المنتدى الخاص في مقرره وشاف ان الطالب اللي هو يو دي اس تي دي 1 او يو دي اس تي دي 2 طلع اسمه كثير، تمام؟ او المدرب عنده امكانيه يساوي مثل التراكنج، ملاحقه لهذا الطالب، يشوف انه نشاطاته اكثر من زملائه، راح يحط له علامه خاصه فيه. هذا الشيء موجود كمان عشان بس يكون عندكم علم. بكره نشرح اكثر من المنتديات ان شاء الله. حاليا نفتح مجال الاسئله الخاصه في اللي عملناها اليوم اذا ممكن. في اسئله بتجيني بشكل فردي الي، بس انا ما عم بحسن افتحها بشكل مباشر. رح نفتح مجال الكتابة، فتحنا مجال الكتابة يا جماعة. ناخذ حضور مرة ثانية. خليكم معي إذا ممكن شوي. إن شاء الله خلاص. أي شيء خاص في المقرر، أي شيء خاص في المقرر، مقررك أنت طالب مثلا عربي، فالدكتور حيفتح منتدى خاص في العربي أو خاص في المادة أو خاص في المشكلة. خاص في شيء بالوظيفه بالامتحان، اي شيء انت ما تعرف موجود عندك. صفحه اليوزر يا جماعه اللي عنده رابط الجامعه اللي هو vle.edu يكتبها للطلاب، اكتبوها مش اكتبوها بين بعضكم. مواعيد المحاضرات يا جماعه، مؤشرات الجامعه، روحوا لجامعه الجي. يا ويلكم، تمام. والله يسجل معي المنتدى، لا تدخل المنتدى من داخل انشئ موضوع جديد. شوف ال كثير موجودين يعني ناس حاطين. ايش تسجل؟ ايش مواد تسجل؟ ايش مواد تسجل؟ نعم نعم اذا سالت، اذا حطيت سؤال جديد او حطيت كل هذا النظام بيحسب لك كام، تمام؟ اذا سالت انت، اذا انت حطيت سؤال جديد لزملائك او انت جاوبت كثير، هذا كله النظام يحسب لك كام رقم، رقم انت نشاطك 100 يعطيك دفعه على 200، اذا نشاطك 200 الى اخره. حاولت تسجل، ممكن يعني التسجيل واقف، راح اشوفها ان شاء الله بكره. بس انت بس متاكد انه فهمت الموضوع. ايش اسم المنتدى؟ على اليمين، المنتديات اللي فتحناها هلا. محاضرة تمام خلصت، ولكن اللي عندي سؤال يا جماعة، اللي عندي سؤال اخذناه ممكن اعيد، ممكن اجاوب هلا، ممكن حتى بكره ان شاء الله نعيد، بس هلا حاليا اخر 10 دقائق هي جواب السؤال، الشيء اللي طرحته ممكن. نعم، مواضيع واسئله وكل شيء نشاطات النظام ممكن يحسب لك اياها ويحط لك على يعني طبعا ممكن الجامعه تتبع هذا الاسلوب. اللي ما اقدر اجاوب عليه لانه في اسئله كثير ما اقدر. سامحوني اللي عم يشوف، لانه في عدد كثير من الناس داخلين ما اقدر اشوف السؤال بشكل بسرعه، لانه في كثير عم يقدروا. ان شاء الله ان شاء الله اكيد طبعا اكيد. كامك ما هي طريقه تسجيل المنتدى؟ ما في شيء اسمه تسجيل المنتدى يا جماعه، انت بس كنت داخل مقرر، فانت عمليا صرت داخل المنتدى خلاص. يعني الدكتور بيحط لك معلومه عن المنتدى، او عفوا بيفتح لك موضوع جديد وانت تدخل تجاوب.
جاوبت فعل الطلاب. سجلته أكيد سجلته، راح أسجل مرة ثانية كمان إن شاء الله. ممكن تواصل بعد فترة إن شاء الله. تحضير، والله ما فهمت عليك ايش تحضير يعني. نعم، في يد في ناس في ناس داخلين جديد وعم بيسألوا عن موضوع الجامعة والأمور الأكاديمية. أنا هنا فقط بس أعطي فكرة عامة عن النظام.